وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا وسيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، صلوات ربي وتسليماتي عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني جميعا، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. بعد التحية العطرة الغالية الناجمة عاوة حفر حدوين نوعة هدانها بحضة أرديدة طلاب الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وفر حدوين وانا سوكوي كرين إن الله كل النوع مشايخ دينا علماء دينا نوي من ودنك إيو إن كفى إذي سنو كلمات كودة توجيهات كودة iyo wixii maaratay culimada ah kadib insha Allah su'aalaha ka dhigi doono marka hore muhaadarada Dr. Faisal ayaan oweyn kadib maanta ayaa waxa ku soo darnay sheekheena Sheikh Muhammad Umar al-Ma'ruf Sheikh Dirar jazahu Allah khair jazaa asina martano ah marka labada culimada insha Allah ta'ala ka faa'iideysanayna waqtigina waan u qeybinayna bidinna tabaaraku ta'ala إلهنا سبحانه وتعالى ومهديسا هنا عاوة كان كلنا نحرجين إن شاء الله تعالى هنا حواها علماء إنا كفى إيسا بإذن الله تبارك وتعالى هذا نقل بيو كلماتك وأنك بالله والشيخ شيخ محمد عمر وأنك كلمة وواجب طالب العلم في وقت الطلب في المدينة أو بالمدينة المنورة مركا إن شاء الله تعالى كلمة داس شيخ نوجد ونصانا كبلا وينا كدبنا دكتور فيصل أيوكو حيودونا بإذن الله تبارك وتعالى حضور كنا أدبا وفر حسن هاي وان إذن كما هتعلينا تلابة أسوق هادين رات كينا وقتها صوب حسان والوقت أنفس ما عنيت بحفظه وأوراه أصل ما عليك يضيعه يعني دبا دروس لها وحلا بدن لكن ان شاء الله تعالى عاوة انا كفاية سنع المدينة انا وقتي ليرين وحكو سردويننا فضيلة الشيخ محمد فليتفضل مشكورا مأجورا الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا حبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل حاضر هذا وحين أقرأ الدكتور دير كوبا هو يوحن هذا أما الدردارة ما عدك عادي قال هذا كون من دردارة عدك عادي قال هذا أنا أرنكرا أبناء إيبان أرنكرا دایر تامر دلیل داره حال کن سقوییمی مرکه هر آدیات با نوفر حسن های اینا اینو کلان کن سقون معاد و چیاشن افتیم ایا قلن قوین تا قلن قوین تا وحلا رنچ نقف حال کن قلن کمر صدای کسوا مالی وحلا رنچ نقف کس برکت گارو لی برکت دار الله این کلی أنت كذب وحويان قفكم مرحلة ذه وفي عينه أما هو هذا ميو أغاني نوا مركب وحبرنا كتاب وكلا بحسيه مرحلة هذا الذهاب يوي قفك كب حيبة أنا جرمية مركب سيدي نرى كلام طلبك ولا حجري ووقت وأبتاد يتعايلها يا علمك من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا قفك مالك دب أردي يسد وشعيلك وهايو أيو قفك علمك برانا يانا أيو شعيل وهايا شعيلك علمك الله قلبك أنها كسوة عمل كان الله ينوافتشي مركا هراء قضب كان حسي لها وحوي إنا كفا إذي ستان مرحلة دام رئيسة و مرحلة دلنيرة لماذا؟ مرحلة الشباب مرحلة آذو قالي يوي ولا جاي أبغى مركه هير كي يجن سوق قال أنا مصير دافتا هنا حسوسا دون تان عصر جاد ذهبية قف صوم مري حيا بهاي
كلهاي فائدة مرحلة سوحة كمدة إنه كان مقيم هاي وحلا إلى هذا مشغولك نعمتان مقبول فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ برجع يراوح عن رنتش لطلهم حالة سوبر برجعي عافمات كي فراغ يعني آدو كلفوين عافمات لا أنت ولا يوين أم عافمات لا أنت فراغ لا أنت ولا متها طلهم يا مركا واحد جرندون تهدو تو مركا أما ما راح نقطه أما مع القذين أما قف عالمها مشكور صن أما قف والدة حلال بدن أي كبو أورورا أياد جرندون تها مشكور كان عافمات كلا بربر دقي عذر كلا بربر دقي هوش أوليه أياد جرندون تها وحلاقة بيضة العج هل كان تعلق وأتوقع أن كرت مشغول درادين أتجاري كروي، وأتوقع أن كروي لا دون هالكيالة. بركارت أرنت أوه الرئيسة أيام براروتشلها اللي يروي، وأنا تكفى إذا استتار مرحلة الشباب كم رئيسة. مرحلة الشباب كو فإذا ذا إلا ذا يوحى كم ذا قفوا مرحلة عاف ما بقوا. والسيد عادي جا قفوا مركو حدود الشيخوخ جارو. والله إذا 50 كي كبل عبنتا الشيخ نمضوا مرحلة دي ذا رئيس الشيخ نمضوا 50 كي كبل عبنتا والله إذا مرحلة دا مركا وقفك وقالوا عذراك صباحا شو عبا كوي مادة وحا كوي مادة وهسي وحا الله إذا تينا وكا عافمات قطان الحمد لله عافماتك هي فراقي وحا وحوينة iyaduna oo aan hore loo heli jirin in uu isukii saaran yahay cilmigii iyo cunadii iyo sakankii ee lama heli jirin tan oo kale ragii aan heli jirin anaga ugu dambeynay iyo ragii naga sii horeeyay qofku isaga isu qabay cunadiisa iyo kutubtiisa iyo meeshu saaxanayo iyo wixii soo dhan wax laga bixinayaa ma jirada waxba laga dooni jiray isaga wax laga dooni jiray waa idin ka imka ayn kaasa oo la ilaaw waxa go dhanaada isu qaba shay idin yirta ninka muallinka ah wax ku dhigayna arbacada soo siisidii de ayn ku naqaanay quraanka oo bishiisina soo diyaaray wayna soo martay marka nin daalibul cilmiya oo wuxu diyaarsanay aanu jirin oo isagina sheekhiis wax ka doonayo arin ajiib ah marka alxamdulillaah faraaqi ba haysan caafimaadkiina waa haysan wixii aad u baahnaayeenna waa la idin diyaariyay arintaas nicma aad iyo aad u weyn culimadeenni hore Soomaalidu aanay helin ayaa heesheen nicmadu laakiin qofka haya inta badan ma garto waxa laga yaabo wax ka sii shisheeyo ama ka sii badan inuu doonayo arintaasina waa arin aan baraarujin lahaa iyadana ina garataano marxaladda ay ku jirtaan nicmada isku qofalan waxaan u jeedaa iswaafaq daa iswaada heshay ina karata wax ajiiba weeye 24kii saacadood ee habeenkii iyo maalintii ee ku soo galay inaan lagu lahayn hebel baa kula balansan iyo hebel baa ku doonaya iyo masaarif iyo biil baa laga rabaa inaan inta midnaba lagu lahayn ama waxa ku doonaya reer iyo ciyaar tii wax ajiiba weeye aan waxaan xusuustaa muddadan waqtigiinana kala ahaa ayaa habeen habeenada kamid ah waxaan subaxdii waxaan kacay salaadii subax guriga waxaan u soo hoyday 10kii habeenimo wax alla wax maalinta ay raadinayaan maamaray ninkii xaguu maray iyo xaguu jiraa maalinkaa waxaan xusuustay muddo 4 sano laga joogo waxaan ilaahay arintaa in bilis kaga daba imaado 6 bilood oo dambeeyay wax ku doondoonaya maadaray iyo qofku raadinaya yemid inaad dhimatay in kalan wax wareysanaya iyo wax ku raad marka arintan faraaq inta leh wallahi waa la iska dabaynaa doora marka horta arintana aad baan u baraarujin lahaa inaad chaaniska ka faa'iideysataan waqtigu xaqiiqatan waxa muhiim ah inaad qaybisaan waqtigiina inaad qaybisaan 24 saacadood marxaladiina oo kale qofku markuu marayo waxa la yiraahdaa waxa ku filan 5 saacadood xagga hurdada
مرحله ده 20 جير الى 40 جير انت كدحايسه 5 ساعات او كفيلين بيدعوان